أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل هداية الدلالة والإرشاد قد يجعلها الله سبحانه وتعالى على يد مؤمن ناقص الإيمان؟ نعم، الداعية إلى الله يهدي إلى الله، بمعنى أنه يبين، بمعنى أنه يبين ويرشد. هداية الدلالة معناها البيان والإرشاد، وهذا يحصل من كل داعية، ولا يشترط في الداعية أن يكون كاملا، ما يشترط في الداعية أن يكون كاملا ليس له أخطاء، إنما يشترط فيه الإيمان والعلم، يشترط فيه الإيمان والعلم والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ولو كان عنده بعض الأخطاء السهلة الجزئية اليسيرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.